السلام عليكم. أتمنى أنه الجميع يكون بخير. ألوغ في هذا الفيديو غادي نتعلمو بالخف كيفاش نأكتيفيو الكونت ديال لوفيس اللي عطاونا، اللي هو فيه أروباسك أو إف بي بي تي تيغي إيدي بوان إم أ. تو دابور كنمشيو نافيغاتور، سواء بالبيسي او لا بالبورتابل، وبطبيعة الحال هنايا يعني نجمة ستة ما خداماش لينا. ضروري خاصكم يكون عندكم الكونيكسيون انترنت، سواء ب 4 جي نجمة ثلاثة، او لا يكون عندكم ان واي فاي. كنمشيو للسيت ديال لوفيس office.com. اوكي، كيف ما عندكم هنا، راه سهله ما صعيبش. كنمشيو ل سو كونيكتي، تكون عندكم ان فرونسي، وكن نكتبو هنايا هذاك لي مايل لي عطاونا. باغ اكزومبل عندي هنايا هذا المايل، هذا سي بون، ها هو لي مايل ديالي. مثلا كنكتبو هنايا كيف ما عطاوه لي هنا، خاصنا نردو البال. كاين لي شي واحد فيكم غيكون عنده مثلا ام تي ايغور في واحد الحرف ولا هذا، ما يحاولش انه يصحح، يكتب لي مايل كيف ما معطي ليه. كاين لي غيلقى هنايا ان ولا دو، لحقاش كاين واحد انوتخو ستاجير مثلا لي عنده لو ميم نو اي برينو، حاولوا تكتبوه كيف ما هو. هاد لو تيغي اللي هنايا ياك هو اللي كتقولوا ليه التيغي ديال السيس العارضه نقطه، لانه نكتبوه بهاد الطريقه كيف ما معطي لي، يعني كوبي كولي سي بون. كنديرو نيكست سويفون. هنا عطيتلكم واحد المود باس اللي هو مؤقت، بار اكزومبل هذا عندنا هذا المود باس هنايا مؤقت. كنجيو نكتبوا هذاك لو مود باس هنايا سي بون. كنديروا سو كونيكتي. هنا كيطلب منك باش تعاود تدخل هذاك المود باس اللي عطاوك، ها هو. وهنايا نيو باس باسورد، يعني نوفو مود باس. وكندير واحد مود باس اللي هو جديد ديالي مثلا، غادي نحاول انني نعقل عليه. كنعاودو هنايا، نحاول باش نعاودو عاوتاني سي بون. كندير سو كونيكتي، وخاص هداك مود باس يكون عندي مخلط بين حروف ورموز وأرقام بطبيعة الحال. راه نشوف واش تقبل لي هداك المود باس، يعني انه متوفرة فيه الشرط. اوكي مزيان. كنديرو سويفون. الوغ هنا شنو اللي كيوقع هنايا؟ هنا كيعطيك جوج ديال الطرق لاسترداد كلمة السر اللي يلاه درتها دابا ديالي، مثلا إذا نسيت عليها. كيعطيك الطريقة الأولى أنه بلو تيليفون أو بالرقم الهاتفي ديالك الشخصي، أو لا بالإيميل ديالك الشخصي سي بون. هنا غنحاول أنني ندير لو نيميرو ديالي هنايا. هنا غادي نديرو النيجاتيف في المغرب، يعني غنمشيو للمروكو ياك. فوالا هي بلس 212. وهنايا غنحاول نبدا بهاديك ستة، 6 0 2 مثلا، كذا كذا. اوكي، وكندير تكست مي، غادي يصيفط لي واحد الاس ام اس اللي غادي يجيني في البورتابل ديالي في هذا الرقم اللي كاين هنايا. تكست مي ورا كيف ما سمعتو، هو الميساج جا. غنحاول نكتب هذاك الكود اللي صيفطوه لي، 79 83 95.
فيريفيي سا مارش. نقدر من هنايا ندير فينيش وغيكون الكونت ديالي اكتيفي. بغيتي تزيد حتى المايل راه نفس الطريقة، كتدخل لي مايل وكيجيك واحد الكود لي داك لي مايل ديالك، وتعاود دير داك لو كود حتى يطلع لك هاد اوكي. هنايا هنا غادي ندير فينيش وغادي ندخل دابا الكونت الي اكتيفي. سي بون، يا كنتي خدام في البي سي راه تيمز هو هذا اللي هنايا. اوكي، باش توصل بالايميل ديالك هو هذا اللي دخلتي الاوتلوك، سواء بالبي سي او لا بالهاتف، راه هو الاوتلوك هو لابواط ديال الرسائل البريدية اللي كيصيفطوا لكم الادارة. غادي تلقاو بلوزيور لتر او لي بلوزيور مايل جاوكم، نتوما كاملين كيجيوكم لي برومي مايل تقريبا سو سون لي ميم. سي بون، هنايا مثلا كيقول لكم طريقة جديدة في التكوين المهني. هنايا لي مايل جاكم سابقا بخصوص واحد الويبينار كيدوي على لا فورماسيون هيبريد. اوكي، هنايا كيتكلموا مثلا على كيفاش يعني وفق المنظور الجديد للتكوين المهني. ولا رجعنا هاد لاباج ديال الاوفيس، هنايا هو فين كاين داك لابليكاسيون تيمز سور بي سي. مثلا هاد لابليكاسيون تيمز غادي تانستاليوها في لو تيليفون ديالكم هي ولا الاوتلوك جوجهم. اوتلوك كتوصلوا بالرسائل، اوكي، وتيمز سيت اون ابليكاسيون فيها ميساجري وفيها باش تلتحقوا بلي غيينيون. اوكي، بلي غيينيون بالحصص اللي غتكون ان بعد ا ديستانس، وكتدخلوا بهداك المود باس اللي اختاريتوه نتوما. سي بون، هذا الشيء اللي كاين، واللهم يسر ووفق الله الجميع.